أجواء رمضانية احتفالية تراها بزينة وأضواء معلقة بشارع الأشراف بالسيدة نفيسة، والذي استقبل مائدة إفطار بطول أكثر من 1000 متر نظمتها مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة فودافون التنموية. في إطار سعي المؤسسة مؤسسة حياة كريمة الدائم لدعم وتنمية المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤسسة حياة كريمة النهاردة بتتشارك مع فودافون مصر في من أكبر موائد الإطعام الجماعية. هنفطر النهاردة 4000 صائم في شارع الأشراف حي الخليفة، ودي مش هتكون أول مائدة إطعام، هيكون معنا في النص الثاني من رمضان 15 مائدة هتجوب محافظات الجمهورية. كله مبسوط وكله فرحان قوي وكله يعني بيقول الدنيا حلوة قوي، وحسيت الناس بوجة رمضان وفرقة وموسيقى وأغاني وبلالين، لا جو الأجواء جميلة قوي. أنا بشكر سعادة الرئيس الحبيب الغالي عبد الفتاح السيسي، اول حاجه بنشكره، وبنشكر العاملين على شركه فودافون وحياه كريمه على اللي هم بيقدموه للشعب، لان طبعا الشعب ايه عايز يعني يطلع من الحياه لحياه ثانيه. بس احنا بنشكركم جدا طبعا ان انتم بتعملوا معانا الحاجات دي، والرئيس طبعا هو على الراس كله، بنشكره جدا جدا جدا، ونقول له احنا معاك في كل حته، وربنا يوفقه ويوفق العاملين بالشركه على العمل الخير. مائده الافطار بشارع الاشراف جمعت العائلات والاطفال والكبار والصغار لتخفف عن كاهلهم بعض أعباء الحياة، وهذا ما يعد جزءا من مبادرات مؤسسة حياة كريمة ضمن فعاليات شهر رمضان. الجو طبعا جميل، حاجة حلوة قوي ان احنا نشوف الناس كلها ما شاء الله يعني في توقيت واحد وكلها بتقول بسم الله وتفطر وكلها صايمة، فربنا ان شاء الله يا رب يجعله شهر سعيد على الجميع ان شاء الله، ويجعلهم دايما قائمين على الخير ويرزقهم الخير كمان ان شاء الله كمان وكمان يا رب. اليوم جميل والناس مبسوطة، وربنا يجعلها لمة دايما يا رب على طول، ويجعل حركة كريمة تعيش لنا على طول يا رب العالمين. جميلة أوي، حسستونا بالفرحة بتاعت رمضان، عشان بقالنا كتير ما حسيناش بالفرحة دي. كل سنة وانتم طيبين. وتستعد مؤسسة حياة كريمة لتكرار موائد إفطار رمضان خلال النصف الثاني من الشهر المبارك، ليصل عدد الوجبات إلى 30,000 وجبة بعدد من المحافظات قبل عيد الفطر. خطوات قليلة داخل شارع الأشراف بالسيدة نفيسة تستحضر فيها روح رمضان، وترى على يمينك ابتسامة الأطفال وعلى يسارك فرحة الأهالي، ضمن مبادرات مؤسسة حياة كريمة لتنشر الفرحة والسعادة وتخفف عن كاهل المواطن في شهر رمضان المبارك.